ونبدأ من صحيفة عربي 21 الإلكترونية ومقال مصر في زمن الراقصة الروسية جوهرة للكاتب سليم عزوز يقول فيه: أول ما يثيره تنازع الاختصاص في أزمة فساد مستشفى سرطان الأطفال في مصر هو أين الدولة وبالأحرى أين السلطة؟ فقد بدت مصر تفتقد للسلطة الحاكمة في هذه الأزمة. وبالسوابق فنحن نعلم بحسب الكاتب أن إثارة بعض قضايا الفساد في الصحف لا تكون في الغالب خالصة لوجه الله والوطن، بل كثيرا ما استخدم النظام الحاكم قضية مواجهة الفساد في تصفية خصومه. بالتبعية فإن أجهزة الدولة تتعامل بمنطق دولة المماليك في هذا الملف، فليست مدفوعة غالبا بقيم النزاهة والشفافية. ويواصل عزوز: وعندما تعلم أن قيمة التبرعات السنوية لهذا المستشفى مليار جنيه، وأن ما ينفق على المرضى هو 200 مليون جنيه فقط، ستقف بسهولة على أبعاد هذه المشكلة وتشابكاتها، لا سيما وأن قناة واحدة كقناة القاهرة والناس تحصل وحدها على 100 مليون جنيه كقيمة الإعلانات سنوياً. فلماذا هذه القناة بالذات؟ يتساءل الكاتب.